لن تقرر في حق كل طرف تقديم هذه الطلبات وفقا للتدابير المؤقتة. المحكمة تتذكر كما في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإبادة الجماعية هي منع حق البقاء لمجموعة إنسانية كبيرة. هذا المنع من هذا الحق يصدم الإنسانية وهي خسارة كبيرة للإنسانية وتختلف مع الأخلاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. اتفاقية منع الإبادة الجماعية والحقوق حق الشعب الفلسطيني لقطاع غزة، حمايتهم من أعمال الإبادة الجماعية وما يتصل بها من المادة الثالثة من الاتفاقية وحق جنوب أفريقيا، تطلب من دولة إسرائيل أن تلتزم ببنود الاتفاقية. خلال الخلاف القائم التدهور المستمر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المحكمة تلحظ أنه في السادس من ديسمبر 2023 الأمين العام للأمم المتحدة صرح بهذه المعلومات في مجلس الأمن. القطاع الصحي في قطاع غزة ينهار، لا يوجد مكان آمن في غزة، القصف المستمر من القوات الإسرائيلية، لا يوجد أي ملجأ أو مأمن. أطلب إيقاف هذا بظل هذه الظروف التي تستحيل فيها الحياة الإنسانية، انتشار الأوبئة والضغط المتزايد من التهجير القسري نحو الدول المجاورة. نحن نواجه خطر كبير لانهيار في النظام الإنساني، قد يؤدي إلى كارثة ستكون لها تداعيات على الشعب الفلسطيني وعلى السلام والأمن في المنطقة. يجب تجنب هذا بأي شكل ممكن. في الخامس من يناير هذا العام الأمين العام كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة. مع الأسف الدمار والقتل يستمرون. المحكمة أيضا تلحظ في 17 من يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة. كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس يغبطهم في البقاء، تأخذ كل دقيقة في يومهم. المحكمة تأخذ في الاعتبار أن المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العمليات العسكرية من إسرائيل عقب 7 من أكتوبر 2023 أدت إلى 10,000 القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى التهجير القسري واسع المدى. محكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 من يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى. في هذا الوقت عديد الفلسطينيين في قطاع غزة لا يصلوا للاحتياجات الغذائية الأساسية، المياه، الكهرباء، الأدوية أو التدفئة. منظمة الصحة العالمية قدرت أن 15% من النساء الذين يلدون في قطاع غزة يمرون بمضاعفات، وأن مستوى الوفيات في أطفال حديثي الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية. الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة في خطر داهم أن يتدهور قبل اتخاذ المحكمة قرارها النهائي.
المحكمة تتذكر تصريح إسرائيل أنها اتخذت قرارات أخرى لتخفيف ضغط الوضع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.